لو عايز تجمع بين فنون العمارة، علوم الهندسة والحياة المهنية المميزة، يبقى برنامج هندسة العمارة في جامعة الملك سلمان الدولية هو أفضل اختيار ليك. حقق هدفك دلوقتي، تقدر تنضم للجيل الجديد من المهندسين المعماريين من خلال برنامج هندسة العمارة في جامعة الملك سلمان الدولية، وهو بيختص بالعمارة البيئية السياحية واللي بيتم دراستها من خلال أحدث المناهج العالمية واستخدام تكنولوجيا التصميم المتطورة والتصميم الرقمي وبكالوريوس الهندسة المعتمد. الدراسة في برنامج هندسة العمارة قائمة على التعليم التفاعلي اللي هتدرس من خلاله الرسم الحر، التصميم المعماري والعمراني، الهندسة الإنشائية، الهندسة البيئية، الفنون المختلفة وتاريخ العمارة. ده غير إنها بتأهلك للتميز في سوق العمل التنافسي عن طريق الاهتمام بالمهارات العملية من خلال استوديوهات التصميم المختلفة المجهزة بأحدث أدوات وتكنولوجيا التصميم وتوفير فرص التدريب العملي وفرص المشاركة في المسابقات المحلية والدولية في مجال العمارة.